تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. الوضوء يكون بعد الصلاة. أمرنا الله في سورة الماعون بإكرام اليتيم. أمسح برأسي في الوضوء 3 مرات. نبدأ. الوضوء يكون بعد الصلاة. أحسنتم، خطأ. الوضوء يكون قبل الصلاة وليس بعد. أمرنا الله في سورة الماعون بإكرام اليتيم. نتذكر سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن أمرنا الله في سورة الماعون بإكرام اليتيم وكذلك مساعدة الفقراء. إذن العبارة، أحسنتم، صحيح. أكتب صحيح. أمسح برأسي في الوضوء 3 مرات. أثناء الوضوء أمسح رأسي 3 مرات. جيد، خطأ. أثناء الوضوء أمسح رأسي مرة واحدة. إذن أراجع. الوضوء يكون قبل الصلاة، بعد الصلاة خطأ. أمرنا الله في سورة الماعون بإكرام اليتيم، صحيح. أمسح برأسي في الوضوء 1 مرة 3 مرات، خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني. رتب مراحل الوضوء بوضع الأرقام من 1 إلى 9. لدينا مراحل الوضوء 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نرتبها بالترتيب من 1 إلى 9. نقرأ المراحل. مسح الأذنين، غسل اليدين إلى المرفقين، أقول بسم الله، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، المضمضة، غسل اليدين إلى الكوعين، الاستنشاق والاستنثار، غسل الوجه. إذا المرحلة الأولى أثناء الوضوء، جيد، هي أقول، أحسنتم، بسم الله. بعدما أقول بسم الله، جيد، أغسل يدي إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين. بعدها، أحسنتم، أتمضمض، معناها المضمضة. بعدها كذلك، جيد، أستنشق وأستنثر، الاستنشاق والاستنثار. إذا أراجع، أقول بسم الله، غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق والاستنثار. بعدها، جيد، غسل الوجه. يليها، أحسنتم، أغسل يدي إلى المرفقين. 6 1 2 3 4 5 6، نواصل. بعدما أغسل يدي، جيد، أمسح رأسي، ثم أذني، مسح الأذنين. والمرحلة التاسعة والأخيرة هي غسل الرجلين إلى الكعبين. إذا نراجع. الوضوء هو أقول بسم الله، أغسل يدي إلى الكوعين، أتمضمض، أستنشق وأستنثر، أغسل وجهي، أغسل يدي إلى المرفقين، أمسح رأسي ثم أذني، وفي الأخير غسل الرجلين إلى الكعبين. التمرين الثالث، أكمل الآية الكريمة، المرافق، الكعبين، الصلاة. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى. لدينا الكلمات المرافق، الكعبين، والصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، جيد، الصلاة، أحسنتم، الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، جيد، المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى، بعد الصلاة، بعد المرافق، إلى، جيد، إلى الكعبين. نراجع الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. التمرين الرابع،
اربط الآية بالصورة المناسبة لها. لدينا الآيات ولدينا الصور. فليعبدوا رب هذا البيت، سيصلى نارا ذات لهب، ولا يحض على طعام المسكين، إن الإنسان لفي خسر. إذن فليعبدوا رب هذا البيت، نتمم الصورة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنتم، صورة قريش. إذا نربط مع صورة قريش. لدينا صورة العصر، صورة الماعون، صورة المسد، وصورة قريش. سيصلى نارا ذات لهب، نتمم، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صورة جيد، صورة المسد. ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جيد، صورة الماعون. نربط مع صورة الماعون. إن الإنسان لفي خسر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. جيد، صورة العصر. إذا نراجع. فليعبدوا رب هذا البيت، آية من سورة قريش. سيصلى نارا ذات لهب، آية من سورة المسد. ولا يحض على طعام المسكين، هي آية من سورة الماعون. إن الإنسان لفي خسر، هي آية من سورة العصر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.